واحنا بنتكلم على مصر بالتأكيد لازم نتكلم على مستقبل الاقتصاد المصري والصناعة المصرية. في حد في الدنيا يجي يقول انه انا عايز انه الاقتصاد المصري يبقى بعافية؟ اكيد لا. او حد في مصر يعني بالتأكيد كلنا عايزين يبقى فيه المزيد من الاستثمارات، بالتأكيد احنا عايزين المزيد من دعم الرافد او القطاع الصناعي المصري تحديدا كواحد من اهم الروافد اللي احنا محتاجين لها لتنمية او نمو الاقتصاد المصري من جهة، لازدياد حجمه من جهة اخرى، إلخ زيادة معدلات الصادرات بتاعتنا اللي بالمناسبة هي بتزيد ما بتقلش زي ما بيحاول حد انه يفهمك على الإطلاق. اللي بيقولك كده بيقولك كلام خايب، الصادرات المصرية بتزيد عام تلو الآخر، عشان بس نبقى متفقين. طيب، بقيمة مليار يورو رئيس الوزراء بيشهد توقيع عقد إنشاء مصنع إطارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وده أمر يحتاج مننا المزيد من المعلومات وأيضا المزيد من الإيضاح. دكتور كمال دسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أهلا بك دكتور كمال. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف، وأهلا بمشاهدة ساعة في كل مكان. أهلا بك دكتور كمال، ربنا يخليك. دكتور كمال، إيه موضوع مصنع الإطارات اللي في المنطقة الاقتصادية دي؟ القيمة الاستثمارية لهذا المصنع، مين هم المستثمرين اللي جايين؟ دول أوروبيين، إخواننا عرب، مصريين، استثمارات مشتركة؟ يعني أسهب القول يا دكتور. الحقيقة أنا بس يعني وأنت بتتكلم عن مصر، أنا عايز أقول لك إن مصر دولة كبيرة طبعا. دولة عظيمة، دولة تستاهل كل الخير. مصر دولة قوية، دولة لها اقتصاد قوي، دولة عندها مقومات ضخمة تخليها من مصاف الدول العظمى، ومصر ماشية في الطريق. وزي ما حضرتك ذكرت، الصادرات بتزيد رغم كل المعوقات وكل المشكلات والفجوة الدولارية وكل المشكلات، لكن مصر دخلت مرحلة الإنتاج، وإن شاء الله احنا ماشيين في هذا الانتاج. وانا بكلمك انا كعضو مجلس اداره اتحاد الصناعات، فانا بكلمك من موقع المسؤوليه طبعا. الحقيقه المصنع اللي شهد توقيعه النهارده معالي رئيس الوزراء استثمار مشترك بمليار يورو، هينتج في حدود 7 مليون اطار في المراحل النهائيه بتاعته، لانه هو على 3 مراحل. وبالمناسبة ده مش المصنع الأولاني في هذا القطاع، لكن هناك مصانع أخرى اشتغلت ودخلت الإنتاج. كان في مصنع من كم شهر بورسعيد، ده حقيقي. لأن مصر النهاردة إذا كان فيها 10 مليون عربية، وإحنا بنقول عايزين نعمق وعايزين نزود الصادرات وعايزين نعمق صناعة السيارات في جمهورية مصر العربية، فلازم مستلزمات الإنتاج يتم إنتاجها كمان في مصر عشان تبقى القيمة المضافة حقيقية والقيمة المضافة كبيرة على المنتجات والصناعات بتاعتنا. فصناعة السيارات فيها أولا عدد كبير جدا من المدخلات الإنتاج أو المستلزمات اللي هي مطلوبة، زي الكاوتش والإزاز وضفير العربيات والفرش والصاج وحاجات كتيرة قوي. فمصر دخلت هذا الإطار، دي حاجة. الحاجة التانية، مصر في الأربع خمس ست شهور اللي فاتوا أكتر من 25 رخصة ذهبية، يعني مشروع استراتيجي ضخم، مشاريع كبيرة. المشاريع دي لما تشتغل وتدور هيبقى فيه أولا هتشغل عدد كبير جدا من العمالة طبعا، هتزود حجم الإنتاج، هنقدر نصدر، هنقدر نلبي طلبات السوق المحلي، هنقلل الفجوة. مصر تنطلق للاتجاه اللي احنا عايزينه، لأن الاقتصاد هو الحقيقة هو القطيرة الحقيقة للتنمية. طب دكتور كمال، المصنع ده هينتج أي نوع من الإطارات؟ الحقيقه المصنع في 3 مراحل. المرحله الاولى هينتج الاطارات الخفيفه اللي هي بتاع المعدات الناريه الخفيفه، وبعدين المرحله الثانيه اطارات السيارات الملاكي، وبعدين المرحله الثالثه سيارات النقل الثقيل. وبالتالي كل انواع الاطارات هيتم انتاجها في هذا المصنع في خلال الثلاث مراحل بتوعه. يا ميسر الأحوال. يبدأ العمل في المصنع والإنشاءات وما إلى ذلك من إمتى، ولا لسه ما نعرفش ده؟ المرحلة لا طبعا خلاص، بما أن تم توقيع العقد هو طبعا في خطة محددة المدة للثلاث مراحل ينتهي فيهم في خلال 3 سنين، هينتهي الثلاث مراحل. حلو. المرحلة الأولى دي هتنتج حوالي 2500 إطار، وبعد المرحلة الثانية 2500، في المرحلة الأخيرة هنوصل ل 7000 إطار. يا ميسر الأحوال، خبر أكثر من رائع. يعني ده 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 خبر قوي جدا وخبر مبشر. اللي انا عايز اقول لك ان كمان في ال25 رخصه ذهبيه الثانيه
عندنا مصانع ضخمة جدا داخلة في صناعات الأجهزة المنزلية، وبراندات وأسامي شركات كبرى دخلت باستثمار أجنبي في مصر بحجم كبير طب جدا. انا عارف انه مش كده كده مش هينفع نقول براندات، بس من انهي دول؟ في من الصين وفي من تركيا وفي من أوروبا وفي من ألمانيا. الاستثمار ده طبعا التكنولوجيا كلها ألماني بتاع الكاوتش، لكن حلو. الصناعات الهندسية والمنزلية دي المصنع الجديد بتاع الاطارات ده جاي من المانيا؟ التكنولوجيا كلها ألماني، لأن هم أحسن ناس في العالم بينتجوا الإطارات، والصناعة كمان لازم تبتدي من آخر تكنولوجي العالم وصل لها عشان تعمل صناعة قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية وتتبع المعايير السليمة. فلازم في الصناعة بالذات، لأن الصناعة أجيال، وإحنا في الجيل الرابع والخامس دلوقتي، فإحنا دايما كل الصناعات اللي بتتعمل في مصر دلوقتي أولا بتبقى بتراعي المعايير البيئية الدولية، بتراعي التكنولوجي، أحدث تكنولوجي وصلنا لها، علشان كل ده بيبقى له مردود وعائد أكبر على الصناعة ويدي لها فرصة للمنافسة سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الدولية. يا مسهل الأحوال. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور كمال، كل الشكر دكتور كمال دسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات.